السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة مع بعض هنعمل اكسسوار سهل وبسيط نقدر نستخدمه ونحطه على الملابس ويكون شكل جمالي. هنبدأ وهنقول بسم الله ونشتغل السطر الأول. عندي أول غرزة هننقلها على الإبرة اليمين من غير ما نشتغلها. هنشتغل بعد كده الغرزة التانية غرزة عدل، والغرزة الثالثة هتكون عدل. هنعمل لفة علشان هنزود غرزة، وبعد كده هنشتغل بقية الغرز عندي عدل لغاية ما اوصل لآخر غرزة هشتغلها غرزة مقلوب. يبقى ده السطر الأول. عندي آخر غرزة بنشتغلها غرزة مقلوب، وده هيكون ثابت عندي في كل السطور الفردية والسطور الزوجية، اني اول غرزة هننقلها على الإبرة اليمين من غير ما نشتغلها، آخر غرزة هتكون عندي غرزة مقلوب. عندي في السطور الفردية أنا بزود غرزة عن طريق اللفة، وبكده ينتهي السطر الأول. هنشتغل السطر الثاني اللي هو السطر الزوجي. ده هيكون برضو بالغرزة العدل، بس هنلتزم إني أول غرزة مش هنشتغلها وآخر غرزة هتكون عندي مقلوب. يبقى انا هبدأ واول غرزة هنقلها على الابرة اليمين من غير ما اشتغلها، هكمل بقية السطر كله بالغرزة العدل لغاية ما اوصل لاخر غرزة هشتغلها بالغرزة المقلوب. عندي السطور الزوجية مفيش فيها اي زيادة للغرز، السطور الفردية بس احنا ماشيين بنزود غرزة. طبعا دي لفة، اللفة دي بنشتغلها بالغرزة العدل برضو. يبقى احنا بنشتغل السطر الزوجي، السطور الزوجية كلها ما فيهاش اي زيادة للغرز. وصلنا مع بعض لاخر غرزة هنشتغلها بالغرزة المقلوب، وبكده يكون السطر الثاني عندي انتهى. انا عندي الاكسسوار اللي احنا هنعمله مع بعض دوت، هستخدمه على الوجهين. اي وجه ممكن نقدر نشتغل بيه. يبقى احنا كده السطر الثاني عندي انتهى شغله. هنشتغل مع بعض السطر الثالث. السطر الثالث هيكون بالظبط شغله زي السطر الاول، برضو هنيجي عند اول غرزة هننقلها من غير ما نشتغلها، هنيجي نشتغل الغرزة الثانية غرزة عدل، والغرزة الثالثة هتكون عندي عدل، وهنعمل لفة، ودايما اللفة بتكون بعد الغرزة الثالثة. هنكمل بقية السطر بالغرزة العدل لغاية ما نوصل لآخر غرزة هتكون عندي بالغرزة المقلوب. هينتهي عندي السطر الثالث وهيكون عدد الغرز عندي 9 غرز. يبقى كده احنا بنعمل في اخر غرزة، وبكده ينتهي عندي شغل السطر الثالث ويكون مجموع الغرز عندي 9 غرز. افكركم ان الزيادات في السطور الفردية بس. السطر الرابع اللي هو من السطور الزوجية هيكون شغله زي السطر التاني. هنبدأ وهنشتغل أول غرزة ننقلها من غير ما نشتغلها، بعد كده هنكمل بقية الغرز بالغرزة العدل، كمان اللفة هنشتغلها بالغرزة العدل لغاية ما نوصل لآخر غرزة دي هنشتغلها بالغرزة المقلوب. شغل السطر الرابع بالظبط زي شغل السطر التاني، كل السطور الزوجية هتكون بنفس شغل السطر التاني، وناخد بالنا ان مفيش اي زيادة للغرز. احنا بنشتغل السطر الرابع على 9 غرز بس. وبكده يكون عندي شغل السطر الرابع عندي كده انتهى، شغله بالظبط زي شغل السطر التاني. وصلنا مع بعض للسطر الخامس، والسطر الخامس من السطور الفردية. هنبدأ وهننقل أول غرزة، وبعد كده هنشتغل الغرزة الأولى، الغرزة التانية أنا آسفة عدل، والتالتة هتكون عندي عدل. هاجي أعمل لفة، وده ثابت عندي بعد الغرزة التالتة بعمل لفة. هنكمل بقية السطر لغاية ما أوصل الغرزة الأخيرة وهتكون عندي بالغرزة المقلوبة. هينتهي عندي السطر الخامس ومجموع الغرز عندي 10 غرز. احنا ماشيين بنزود غرزة في كل سطر فردي. يبقى كده عندي السطر الخامس كده ينتهى، مجموع الغرز عندي 10 غرز. هنشتغل مع بعض السطر السادس من السطور الزوجية. هنبدأ بالغرزة الأولى هننقلها، بعد كده هنكمل بقية الغرز كلها بالغرزة العدل، حتى اللفة هنشتغلها برضو بالغرزة العدل.
اخر غرزة في السطر بنشتغلها دايما بالغرزة المقلوب، سواء في السطور الفردية او السطور الزوجية. افكركم ان البداية كانت 7 غرز، بنبدأ الاكسسوار اللي احنا هنعمله النهاردة على 7 غرز، بنزود غرزة في كل سطر فردي. وبكده ينتهي عندي السطر السادس اللي هو من السطور الزوجية، وعدد الغرز عندي 10 غرز بس. هنشتغل السطر السابع، هنزود برضو غرزة، يبقى احنا ناخد بالنا ان السطور الفردية كلها شغلها زي بعض، والسطور الزوجية برضو شغلها زي بعض. دايما بنيجي في السطور الفردية ونعمل لفة بعد تالت غرزة، ونكمل بقية السطر كله بالغرزة العدل، اخر غرزة بس بنشتغلها بالغرزة المقلوب. السطور الزوجية بنمشي كله بالغرزة العدل، واخر غرزة برضو بيكون عندي بالغرزة المقلوب، وما بنزودش غرزة. ناخد بالنا ان اول غرزة دايما بننقلها من غير ما نشتغلها، سواء في السطور الفردية او الزوجية. وبكده ينتهي عندي شغل السطر. وصلنا للسطر الثامن من السطور الزوجية، هنشتغل كل الغرز عندي بالغرزة العدل. طبعا اول غرزة ما بنشتغلهاش، اخر غرزة بيكون عندي بالغرزة المقلوبة. السطور الزوجية كلها زي السطر الثاني بالظبط. يبقى احنا الاكسسوار اللي احنا بنعمله اللي هو بيكون عبارة عن وردة، الوردة دي نقدر نستخدمها على الوجهين، سواء الوجه الاول او الوجه الثاني. وبكده ينتهي عندي شغل السطر. السطر التاسع من السطور الفردية، هنيجي برضو هنزود فيه غرزة. هنيجي هنا عند اول غرزة هننقلها، هنشتغل الغرزة التانية عدل، التالتة هتكون عدل، هنعمل لفة، وهنكمل بقية السطر بالغرزة العدل لغاية ما نوصل لاخر غرزة هتكون عندي بالغرزة المقلوب. يبقى احنا مع بعض بنشتغل السطر التاسع، ماشيين الشغل سطر في سطر علشان نقدر ننفذ الوردة بكل سهولة. الاكسسوار النهاردة هيكون شغله بسيط وسهل، ونتيجته هتكون جميلة. وبكده يكون انتهى عندي شغل السطر. وصلنا مع بعض للسطر العاشر. السطر العاشر كله هيكون عندي بالغرزة العدل، ما عدا اول غرزة بننقلها من غير ما نشتغلها، اخر غرزة بيكون عندي بالغرزة المقلوبة. يبقى احنا بنزود غرزة بس في السطور الفردية. السطور الزوجية بتبقى عددها ثابت من غير ما بنزود اي غرزة. وبكده السطر العاشر يكون شغله انتهى. وصلنا مع بعض لاخر سطر في السطور الفردية، وهو السطر الحداشر. برضو هنيجي نزود غرزة، وهينتهي عندي السطر وعدد الغرز عندي 13 غرزة. يبقى احنا بنزود غرزة دايما بعد الغرزة الثالثة، والغرزة اللي احنا بنزودها دي بتكون عن طريق عمل لفة، واللفة بنشتغلها في السطور الزوجية بالغرزة العدل. يبقى اساس الاكسسوار اللي احنا بنعمله النهاردة الغرزة العدل، سواء في السطور الفردية او السطور الزوجية. يبقى انا كده عندي السطر ال11، وده اخر سطر عندي في اول وحدة، كده انتهى شغله. وصلنا مع بعض لاخر سطر عندي في اول وحدة، هو السطر ال12. هنيجي في السطر ال12 هنقفل ال6 غرز اللي احنا كنا بنزودهم كل سطر فردي. هنبدأ وهناخد اول غرزتين بس، هناخدهم عدل من اللفة الخلفية. هناخدهم 2 عدل معا من اللفة الخلفية، هنطلع الغرزتين بغرزة واحدة، يبقى كده نقصنا اول غرزة. هننقل الغرزة تاني وناخد الغرزتين مع بعض برضو 2 عدل من اللفة الخلفية، وهنطلعها بغرزة واحدة. هنرجعها على الابرة الشمال وهنقفل غرزتين مع بعض من اللفة الخلفية، يبقى احنا كده نقصنا 3 غرز. الغرزة الرابعة برضو بنفس النظام،
بنقفل اتنين مع بعض، اتنين عيد المعامل من اللفة الخلفية، يبقى كده رابع غرزة نقصناها. هنرجع الغرزة وهنشتغل برضو اتنين عيد المعامل من اللفة الخلفية، يبقى دي خامس غرزة. هنرجع الغرزة وهنقفل اتنين عيد المعامل من اللفة الخلفية علشان ننقص سادس غرزة، ودي اخر غرزة عندي. يبقى احنا كده نقصنا الست غرز اللي احنا زودناهم من اول السطر الاول. زودنا غرزة في كل سطر فردي، لازم يرجع عندي عدد الغرز 7 غرز. هكمل بقية الغرز اللي على الابرة الشمال، هكملها بالغرزة العدل لغاية ما اوصل لاخر غرزة هشتغلها بالغرزة المقلوبة. يبقى احنا وصلنا لاخر غرزة هنشتغلها بالغرزة المقلوب، وبكده يكون عندي السطر الـ12 كده عندي انتهى. يبقى احنا اول وحدة لعمل الوردة كده عندي انتهت، اشتغلنا على 7 غرز واشتغلنا 12 سطر، وده نتيجة الـ12 سطر. الـ12 سطر اللي احنا اشتغلناهم مع بعض بداية من السطر الاول حتى السطر الـ12 هنكرر بنفس النظام، هنكرر 4 وحدات كمان. لازم يكون عندي الوردة متكونة من 5 وحدات، يبقى احنا هنكمل 4 وحدات فوق الوحدة اللي احنا عملناها مع بعض بنفس النظام. هنشتغل وهيكون بداية السطر الاول 7 غرز، هنيجي نزود في كل سطر فردي غرزة لغاية ما يوصل عندي مجموع الغرز 13 غرزة في السطر الـ12. هنبدأ نقفل 6 غرز ونرجع عدد الغرز الأصلي اللي هو 7 غرز. يبقى الوحدة عندي بتتكون من 7 غرز واتناشر سطر. هننفذ الوحدة دي 4 مرات كمان. وزي ما شايفين معايا احنا كده خلصنا وانتهيت من الـ4 مرات اللي احنا كررناهم. وصلنا لغاية الوحدة الخامسة. عندي 13 غرز على الإبرة الشمال. انا مش هاجي اقفل 6 غرز بس، لا انا هقفل كل الغرز لان دي اخر وحدة عندي. هقفل بنفس النظام اللي احنا شفناه مع بعض، هنقفل برضو كل غرزتين هناخدهم 2 عيد المعامل من اللفة الخلفية لغاية ما نوصل لاخر غرزة على الابرة الشمال. وبكده يكون عندي الوحدة الخامسة والاخيرة عندي انتهت. يبقى احنا مع بعض بنقفل الغرز بنفس النظام اللي احنا شفناه مع بعض، اللي بناخد كل غرزتين 2 عيد المعامل من اللفة الخلفية. يبقى احنا في السطر الاخير اللي هو السطر الـ12 للوحدة الاخيرة مش بنقفل 6 غرز بس، لا احنا بنقفل 13 غرزة. وكده يكون عندي الغرز كلها قفلناها، وعندي كده الوحدات كده اكتملت ومجموعها 5 وحدات. شفنا اول وحدة بنكرر الوحدة الاولى بنكررها 4 مرات كمان. وصلنا لاخر خطوة وهي خطوة الخياطة. طبعا الابرة احنا عارفينها اللي هي من غير سن. هنبدأ في الفراغات اللي احنا عملناها عن طريق اللفات، هنبدأ ندخل الخيط في الفراغات ديت بالظبط اكننا بنركب شريط. يبقى احنا هنبدأ وهندخل الخيط، ناخد بالنا احنا بندخله ازاي علشان بعد كده هنشد الخيط وهتتجمع معايا الوردة. يبقى احنا بندخل في واحدة ونسيب التانية، يبقى ندخل في فراغ ونسيب الفراغ التاني. يبقى احنا دخلنا في الفراغ الاول وسيبنا الفراغ التاني، هندخل يبقى احنا ماشيين في فراغ او في يعني دايرة وهنسيب الدايرة التانية لغاية ما نوصل لآخر الوردة. يبقى ناخد بالنا بس ازاي احنا بندخل الخيط بالظبط اكننا بنركب شريط. يبقى واحدة وواحدة، لا بندخل الابرة في واحدة وواحدة، لا.
يبقى يعني احنا بنكمل لغاية ما نخلص اخر فراغ. الفراغات دي افكركو اللي هي عملنا بيها لفات في كل سطر فرزي. يبقى كده عندي دخلنا كل الخيط، هنبدأ نشد الخيط علشان تجمع معايا الوردة. يبقى زي ما انتم شايفين احنا دخلنا الخيط في الفراغ اللي احنا عملناه، هنبدأ نشد الخيط علشان الوردة تجمع معايا، وزي ما انتم شايفين ونبدأ نظبطها. هنبدأ بعد كده الخطوة الجاية، هنبدأ نخيط الطرفين مع بعض طبعا بخياطة التريكو اللي احنا عارفينها. وبعد ما خيطنا الطرفين ده الشكل النهائي للوردة، وده وجه من الوجهين. وزي ما قلت لكم في بداية الفيديو ان احنا ممكن نستخدمها على اي وجه على حسب الوجه اللي يناسبنا. افكركم ان البداية كانت على 7 غرز، اشتغلنا 12 سطر، يبقى الوحدة عندي بتتكون من 7 غرز و12 سطر. بنعمل كام وحدة الوردة؟ بنعمل 5 وحدات. وشوفنا مع بعض بعد ما نخلص ال5 وحدات ازاي بنجمع الوردة بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. وبكده يكون عندي الوردة كده اكتملت، وده الوجه التاني. طبعا الوجهين عندي ممكن استخدم اي وجه فيهم، الوجه اللي يناسبني. وبكده يكون عندي الاكسسوار كده عندي اكتمل. وزي ما قلت لكم ان احنا ممكن نحطه على بندانة، ممكن نحطه على جاكيت، على بلوفر، على اي ملابس اطفال، براحتكم على حسب ذوق كل واحدة فيكم. ارجو ان يكون الشرح واضح والوردة تنال اعجابكم وتقدروا تنفذوها بكل سهولة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.